عزيزي المشاهد، تواصل اللجنة المنظمة لبطولة كمال الأجسام والتي تمثلها شركة المشروعات السياحية بالتعاون مع اللجنة الكويتية لكمال الأجسام وبرعاية شركة الألبان الكويتية الممول لهذه البطولة اجتماعاتها استعدادا للبطولة والتي ستقام يوم 30/6/93 في الجزيرة الخضراء. حول هذا الموضوع عزيزي المشاهد يحدثنا الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي أن أتكلم بعض الشيء عن البطولة ستقام في تاريخ 2/7 لكمال الأجسام بالتعاون مع شركة مشروعات السياحية الكويتية وتحت رعاية شركة الألبان الكويتية رعاية هذه البطولة. لي أتحدث عليكم بعض الشيء عن بداية الفكرة إلى حد ما وصلنا الآن. الحقيقة بدأت الفكرة منبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية، المنبثقة من أيضا لجنة كمال الأجسام، وتبلورت هذه الفكرة إلى حقيقة بعد ما تم الاتصال مع الأخوة المسؤولين في شركة المشروعات السياحية، ومن ثم طبعا تم الاتصال مع الأخوة مع عدة شركات ومن ضمنهم الشركة الكويتية الألبان اللي رحبت مشكورة في هذا المشروع ورعاية هذه البطولة التي طبعا وحتما ستثمر في ازدهار هذه اللعبة وتشعب شعبيتها لتحوز إن شاء الله على كافة الفئات الشبابية في دولتنا الحبيبة. طبعا البطولة ستتكون من طبعا راح تنقسم إلى 3 أيام، اليوم الأول والثاني اللي يصادف يوم 30/6 و1/7 اللي صادف الأربعاء والخميس، سيكون هناك لعبات ترفيهية ممثلة في شد الحبل وطبعا رفع البنش، مثل ما هذا طبعا المصطلح الرياضي في يخص كمال الأجسام، انما هو رفع الثقل اللي ينزل على الصدر والرفع الميتة مثل ما يقولون. هذه طبعا ايضا من داخل ضمن كمال الأجسام ورفع الأثقال. هذه كلها لعبات ترفيهية تشد او المشاهد والمهتم في هذه اللعبة، خصوصا في لعبة كمال الأجسام، للترفيه وتعرف أكثر على مجال هذه اللعبة. واليوم الأخير اللي هو يوم 2/7 اللي صادف يوم الجمعة هو طبعا اليوم الختامي الذي سيكون فيه العرض الختامي لبطولة كمال الأجسام الأولى في المشروعات السياحية في الجزيرة الخضراء. طبعا البطولة هذه ستكون ابتداء من الساعة 7 مساء، وتفضلت شركة مشروعات سياحية مشكورة في وضع المكان المناسب لعرض هذه البطولة. وأحب أيضا أن ننوه أن ستكون هناك طبعا لعبة شد الثقل إلى الأعلى، وهذا طبعا ضمن الفعاليات التي ستدخل في هذه البطولة، وأيضا لعبات شعبية أخرى تمارس في هذه طبعا تمارس في هذه 3 أيام اللي ستكون فيها البطولة. وأحب أنوه أن هذه البطولة ستكون مفتوحة للجمهور بغض النظر عن طبعا كمال الأجسام، إنما الألعاب الثانية المترفيهية ستكون مفتوحة للجمهور. فرجاء من الجمهور الكريم اللي يحب أن يشارك في هذه الألعاب أن يبتدي بالاتصال أو الحضور في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية بحولي أو في شركة المشروعات السياحية ممثلة طبعا في الجزيرة الخضراء. طبعا هناك ستكون هدايا قيمة لجميع اللعبات وخصوصا في كمال الأجسام واللعبات الأخرى، وأيضا سيكون تكريم المنتخب الذي شارك في البطولة العربية في لبنان ضمن فعاليات هذه البطولة. وبالنهاية أحب وأختم كلامي أن أشكر شركة المشروعات السياحية على إتاحتنا لهذه الفرصة للعرض مثل هذه الألعاب داخل منشآتها في ممثلة طبعا بالجزيرة الخضراء.